السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إحنا بداخل سوق الأنصاري بمحافظة السويس، وطلب مني كتير جدا إن أنا أعمل تغطية لأكتر من مكان هنا في سوق الأنصاري، طبعا بعد لما موسم الصيف فتح. فالنهاردة إن شاء الله إحنا جينا بدري أهو عشان نغطي كل حاجة موجودة في السوق. النهاردة هنصور عند أسماك المزار. طبعا أسماك المزار أنا بحب جدا أجي هنا عند عبد محمد المزار، كل حاجة عنده ما شاء الله جميلة جدا، والصراحة يعني راجل محترم وحاجته والصراحة لا يعلى عليها. السلام عليكم يا محمد، ازي حضرتك؟ يا ريت تقول لنا بقى الانواع اللي عندك النهارده ايه؟ بلدي صوفيا، بلدي خضراء، ما شاء الله 140 جنيه حلو الحجم ده، 140 ما شاء الله، 170 جنيه والكلام ده. دي كانت ب 170 جنيه ما شاء الله. عندي حارت سويسي، حارت سويسي او المكرونه، او المكرونه بالنسبه للمصريين. ايوه المكرونه جميله، المكرونه جميله جدا، دي عامله 100 جنيه والوسط بتاعها عامل 60. وده الوسط. طب بقول لك يا عم محمد، ناس كتير قوي بتسال على البربوني، امتى البربوني يبدا يظهر؟ البربوني كده يومين ثلاثه. ليه ما ظهرش لحد دلوقتي؟ لسه المراكب في البحر ما دخلتش، لسه في بعض يعني بعض المراكب دخلت، لكن الكميه الاكبر لسه في البحر. لسه اصلا مراكب لسه في البحر؟ لسه ما خرجتش. ساعة الصيد. ساعة الصيد. ان شاء الله ده يجيبوا لنا بقى البربوني وكده. بعده عندي لشتة بلدي. ان شاء الله ما شاء الله. دي لشتة. دي كانت ب 100 جنيه و 120 جنيه ب 80 جنيه النهارده. هي اللشتة دي انا حاسه ان فيها شبه من الكسكومري شويه. هي فصيلة الكسكومري، بس دي اطعم من الكسكومري بكتير جدا. كمان. جدا. والله. انا راجل صياد وعارف دي اطعم من الكسكومري بكتير. ما شاء الله، دي بتتعمل ايه يا عم محمد؟ دي بتتقلي وبتشوي وبتتعمل صينيه برضه، وعندي حفاره. فيها ثلاثة صينيات. وعندي حفاره بتاعت كمان هيدي حلوه، بتعمل لها 80 جنيه. الحفاره دي سمكه جميله جدا، ده ما حدش جربها بجد، من الاسماك الروعه. 80 90 100 حسب حجمها يعني. ما شاء الله. حجمها بيعلى حسب حجمها. ما شاء الله. وعندي لوت التنان لسه جايه بتاع النهارده. الله اكبر ما شاء الله، حاجه جميله. وزنها كام كيلو يا عم محمد؟ دي 5 كيلو ونص. بسم الله ما شاء الله. حاجه بص. هقول لك دي بقى بتتباع على بعضها ولا ممكن تبيعها جزء بالليل؟ لا دي بتتباع على بعضها، اللوت واي سمك مش بتتباع دي لوحديها الا الدراك. ليه بقى؟ قول لنا ليه؟ ليه؟ عشان الدراك الكبير سعره غالي. لكن دي سعرها مثلا 85 كيلو، 85 جنيه كيلو، 85. لكن الدرك اللي بتاعه ب 150 جنيه، فعشان كده بيقطعوها. في ناس مثلا بتبقى الواحده مثلا 15 كيلو 20 كيلو، ما بيقطعوش الا الكبير. مين اللي هياخد سمكيه مثلا 10 كيلو ب 1000 ونص؟ فبيبدا يقطعها على 3 4 زباين. انما دي يعني ممكن عيله تشترك فيها. لكن دي مثلا 6 كيلو مثلا في 85 جنيه، 400 500 بتتقطع جزر برضه، بتتقطع جزر وبتتقلي وبتعمل صينيه. ما شاء الله، يا لطف من الاسماك الجميله جدا. سمك جدا جميلة. السمكه صحية يعني ما شاء الله، وخاشمه ما شاء الله. ما شاء الله شايفين الخاشم. امتى تبطرخ دي؟ عامة اللود بالنسبة للبطرخ بتاعه يعني قليل جدا لما تلقى لود مبطرخ. قليل. لكن في بعض السمك ممكن له موسم بطرخ فيه. لكن السمكة دي قليلة. قليلة جدا يعني بالنسبة للود البحر، قليل لما تلقى واحدة مبطرخ. طب والقاروص؟ القاروص بيبطرخ، وتلقى بطرخه في الشتاء هو والدنيس. عم محمد موسوعة ما شاء الله من المعلومات، دايما بيفيدني بالمعلومات. ودي رقد. دي سمك رقد بلدي. ده رقد. سمعت ان هو طعمه حلو. طعم حلو. ايوه الرقد البلد ده جميل جدا في الشوربه. بتتسلخ السمكيه دي؟ بتتسلخ وتتقطع جدا. سعرها فيها فصين هنا صح؟ ده سعرها، دي سعرها تعمل لها 40 جنيه 50 جنيه كده. 40 50 للكيلو. للكيلو. هو ما تبصوش لشكلها يا جماعه، هو طعمها حلو. عندي حفاره صغيره كده وسط تعمل لها 40 جنيه. ما شاء الله. جميل جميل. يعني حفار وسط ده عامل ايه؟ وانا شايفه واحده شعوره صغيره ولا ده نوع من انواع الشعور؟ ده واحده شعور صغيره جايه مع الحفاره. صغيره. النهارده في السوق في شعور ما شاء الله حلو يعني. ما شاء الله. بس انا ما جبتش النهارده شعور، فلوكة داخله بكره ان شاء الله. ان شاء الله نجي لك تاني يا عم محمد. ان شاء الله باذن الله. شاكرين جدا جدا، ربنا يا رب يوسع رزقك ان شاء الله. وطبعا المزار اليافطه بتاعتهم هنا في سوق الانصاري في اول حاره، احنا مش كده؟ اول حاره، اخر الحاره يعني. وبشكركم جدا لمتابعتكم للفيديو، واتمنى ان شاء الله ان انا اكون كمان افدتكم بالاسعار والانواع اللي موجوده. وبنشكر عم محمد جدا جدا. ما خدتوش انت اللوجز؟ عندي لوجز. في لوجز كمان. عم محمد هيورولنا ده لوجز حاجة
حاجه نظيفه وانا عامل بنفسي، انا منظف بنفسي وعامل والله. ده ده نص كيلو عامل 80 جنيه. نص كيلو 80 جنيه على الاكل على طول يا محمد؟ ده على الاكل، على الاكل. وعندك حاجه تانية من فواكه البحر؟ لا هو اللوج بس. جميل. حاجه نظيفه بنعمل حاجه. جميل ما شاء الله. 90 جنيه حاجه. ان شاء الله بقى اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.